السلام عليكم. السلام عليكم. الوقت خلص يا عبد الرحمن ولا؟ عليكم السلام. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. ما هو حضرتك، انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اسال. مثلا لو انا اشتغلت في مطبعة الفلوس. اشتغلت في مطبعة الفلوس. ساعات يجينا ان احنا نتبع الزوامع والكلام ده كله، فبنسمع ساعات يجينا بقى ان احنا نتبع الصور الثانيه اللي هي الفراعنه والكلام ده كله. لا انت مجبر، يعني انت بتشتغل في المطبعه. تمام. بيجي لك فلوس تطبعها لها جامع، وفلوس تطبعها لها ابو الهول، وفلوس تطبعها لها نفرتيتي ولا ما عليكش انت مشكله. الله يسلمك. يعني انا مرتب حلال مفيش حاجه ولا لا؟ مرتبك 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 حلال. السلام عليكم. حلال ان شاء الله؟ حلال.